والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 81 بعد 200 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. نعم، نحن ما زلنا في باب جلود الميتة والأهب، فيما يتعلق بالأهب. إيش الباب في أهب الميتة؟ نعم، باب في أهب الميتة. الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ صار هذا الجلد بحسب ما يصنع، يصنع قربة، يصنع بحسب ما يصنع، يعني الشن هو القربة القديمة، لكنه يكون إهابا قبل أن يدبغ، يعني طالما عليه الدهن، طالما عليه الاحتقانات والشعر. لعلك تغلق، ما أدري هذا أو هذا، بارك الله عليك، أغلقتها ولا؟ طيب عجيب، ربما يكون هذا. فهذا الأمر، يعني هو الصوت أصلا منخفض، يعني اخفض ال مسموع الصوت، مسموع هكذا الصوت، اخفض من عندك يا أبا علاء، اخفضه من عندك. طيب، على كل حال، هو حديث عبد الله بن مسلمة. نعم، الحديث في إسناده أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهي يعني مجهولة، قال فيها ابن حجر رحمه الله تعالى مقبول أو مقبولة، يعني عند المتابعة، وإلا فلينة. وطبعا لا شك أن هذا الحديث له طرق، وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. المزية في هذا الحديث أنه قالت إذا دبغت. مر معنا أن الزهري كان يعني يستنكر قضية اشتراط الدباغ في الاستمتاع، وقلنا ينبغي أن يحمل كلام الزهري، كلام الزهري على أي شيء؟ أنه يستمتع بها مباشرة، لكنه يستمتع بها باعتبار آخر، وهي إيش؟ أنها تباع وتشترى ويتصرف فيها بهذا الاعتبار. أما أنها يستمتع بها مباشرة بحيث يؤتى بجلد الميتة ويعني يوضع فيها الطعام أو يوضع فيها الماء، هذا لا شك أنه لا يمكن أن يصلح. اخفض الصوت هذا من عندك، اخفض صوته من عندك، اخفض صوتهن كلهن أو كلهن، الله المستعان. إذن هذا هو الجانب الذي يعني يظهر من هذا الحديث، وهو اشتراط الدباغ. اشتراط الدباغ هو اشتراط في أي شيء؟ اشتراط في الاستعمال في الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك. أما قبل الاستعمال، يعني ما قبل استعمال البيع والشراء وغير ذلك، ما في مانع، لا مانع من ذلك، طالما أنه ليس هناك يعني ملاقاة للنجاسة التي يعني هي الاحتقانات الموجودة في داخل الجلد قبل دباغه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أو المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها طهورها. نعم هذا الحديث وإن كان طبعا في إسناده جون بن قتادة هذا وهو مقبول لكن هذا لا يضر لأن الحديث له كما ذكرنا عدة طرق تدل على صحته. فقوله هنا دباغها طهورها يعني أن نفس الدباغ يجعلها طهورة، وهذا دليل على أن نفس جلد الميتة إذا كانت من مما يطهر جلده أن هذا الجلد نفسه ليس نجسا وإنما تنجس بما حصل لهم بعد وفاة الميتة أو بعد هلاكها من الاحتقانات الخبيثة التي حصلت بسبب ما عليها من الدهن والدماء وإلى آخره، فهذه الأشياء نجسة، هذه تنجست مع نجاسة الميتة وهي محرمة كما أن الميتة محرمة. فإذا نظف هذا الجلد وعاد الجلد منفردا عن بقية هذه الميتة يعني بعيدا بتنظيفه بتطهيره عاد يعني عاد إيش طاهرا، إذن فالجلد نجس، جلد الميتة نجس إذا كان إهابا هو نجس، لكن نجس أم متنجس؟ متنجس، هذا هو الواقع. والمتنجس يقال فيه نجس يعني الماء النجس هو الماء المتنجس، والدليل على أنه متنجس أنه بالمكاثرة يعود إيش طهورا، يعود طهورا. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ قالت فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. نعم الحديث أيضا هذا الحديث فيه عبد الله بن مالك بن حذافة وهو كما قال ابن حجر مقبول، هذا يعني مجهول لأنه لم يروي عنه غير كثير بن فرهد ابن فرقد تلميذه، وتعلمون أن الذي لم يروي عنه إلا واحد أنه مجهول حتى يقولون فيه مجهول العين. قال فيه ابن حجر مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين، وهذا قد توبع كما ذكرنا من قبل الروايات الأخرى لكن ليس بتفاصيل جميع الحديث. المطلوب من هذا الحديث أنها تطهر بالدباغ، وقوله هنا الماء والقرض هذا يعني بحسب ما كانوا يطهرون، فلو وجد الآن مواد كيميائية توضع على الجلود وتنظفها أكثر من الماء والقرض يحصل المقصود بذلك، لأن الجلد كما ذكرنا قبل قليل في نفسه طاهر لكنه متنجس بما لاقى، فإذا طهر هذا الجلد بأي مطهر كان فإنه يحصل بذلك التطهير سواء كان بالماء أم بدون الماء. يعني إذن الماء ليس هو الذي يطهره بل الماء لا يكفي، لو أن إنسانا جاء بإهاب ميتة فغسله بالماء لا يطهر بذلك، لا يحصل التطهير إلا بالدباغ، والدباغ يحصل به ماذا؟ إزالة ما عليه من الشحم والاحتقانات. قال يطهر وأي شيء يحصل به إزالة ذلك فإنه يحصل به التطهير. وقوله هنا قولها يعني العالية بنت سبيع قولها هنا أنه لما قالت يجرون شاة لهم مثل الحمار، أو قول ميمونة للعالية بنت سبيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني مر عليه رجال معهم شاة يجرونها مثل الحمار، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، فقالوا له إنها ميتة،
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور في الحديث إنما حرم من الميتة أكلها. وهذا الحديث يعني يشبه من حيث في الجملة يعني مجموع يعني مجموع من الأحاديث السابقة بحيث يعني يشهد له هذا وهذا وهذا. إنما أو قال يطهره الماء والقرض، نعم أو يطهرها. قال رحمه الله تعالى: باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نعم، هذا الكتاب لو نقرأ كلام أبي داود في حديث ما عندي ولا شيء، الحديث الذي بعده. طيب، إذن فيه تقديم وتأخير. على كل حال، الحديث حديث عبد الله بن عكيم، وهو مخضرم أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لذلك أورد البخاري هذا الحديث في تاريخه وذكر أنه له إدراك ولا يعرف له سماع. والمحقق قال هنا إسناده ضعيف، وسبب تضعيفه الإسناد أن عبد الله بن عكيم ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الإسناد إليه صحيح، ولكنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو الحديث اللي قرأته؟ هو هذا. طيب، من الذي قرأ عليهم الكتاب؟ هو أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في غير هذا الكتاب يعني في مسند الإمام أحمد وغيره أنهم قرأوا عليه، وأنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب يقول: وأنا شاب قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهرين، وبعض الروايات 40 يوم، وهكذا يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. فمن الذي سيقرأ عليه الكتاب؟ وطالما أن الكتاب أرسل من النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يقال أنه غير متصل؟ كيف يقال أنه غير متصل؟ والإسناد إلى عبد الله بن عكيم له عدة أسانيد، الحديث له يعني أكثر من إسناد إلى عبد الله بن عكيم، طبعا يشترك في بعضهم ثقات مشتركون ولكن من دونهم، وبالتالي فالحديث صحيح بلا شك، الحديث صحيح بلا شك. وإلا فهل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وغيرهم كانت تقوم به الحجة ولا لا؟ تقوم به الحجة لا شك. وهل كان ذلك يعد متصلا ولا منقطع؟ متصلا. طيب، كيف يقال في مثل هذا ضعيف؟ كيف يقال في مثل هذا ضعيف؟ هذا غريب يعني. لذلك الصحيح أن هذا الحديث صحيح، الإشكال في الحديث فقط أنه قال إيش؟ ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. فكيف لا ننتفع من الميتة بأهاب وهناك هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ الجواب، أو في بعض الروايات بدون فدبغتموه فانتفعتم به، الجواب التفريق بين انتفاع وانتفاع. ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أي على حاله إهابا. الإهاب هو الذي لم يدبغ، فلا يجوز حينئذ أن ينتفع به في الاستعمال. وأما هناك الانتفاع به يعني إذا دبغ أو في البيع، لأن الذي يجوز الاستعمال استعماله ولو بعد المعالجة يجوز بيعه. واضح هذا الأمر؟ هو غير محرم تحريما يعني تاما، وإنما المحرم منه استعماله في هذه الصورة بالذات. أما إعطاه لمن يدبغه وينظفه ويستعمله فلا مانع منه. قال: ألا تستمتعوا. والاستمتاع يحصل باللباس وبالشرب فيه واستعمال الآنية، كذلك يحصل بالبيع والشراء. واضح؟ فيحمل الحديث على ما يحرم جمعا بين النصوص. وهذا الحديث هو من آخر الأشياء التي نزلت في قضية الجلود، ولم يحصل بعد ذلك نسخ، فلا بد من حق، والأصل عدم النسخ، فالأصل أن يحمل هذا الحديث على الاستمتاع
بالتعامل المباشر من اللباس والآنية دون البيع والشراء، وأنه إنما يستمتع به بعد أن يدبغ. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة. قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما هو شن وقربة. قال النضر بن شميل: إنما الإهاب قبل الدباغ. إذن هذا الكلام واضح، فيها أيضا كلمة إليه يذهب أحمد. هذا الكلام واضح، بعضهم قال حديث اضطراب، لأنه مرة يقول قبل موته بشهرين، ومرة يقول وأنا شاب، ومرة يقول قبل موته بأربعين يوم، ومرة يقول أخبروني، ومرة يقول قرئ علينا. أين الاضطراب؟ يعني أين الخلاف؟ يعني الإخبار ليس المقصود منه التحديد، قبل موته بأربعين يوما أو بخمسين يوما في بعضه وبعضها بشهرين، هذا يعني تقريبي، وليس المقصود هو التحديد، لأنه ما حسب الأيام بالضبط، وإنما يقصد يعني قبل موته بأكثر من شهر، بعشرة أيام وعشرين وثلاثين يوم إلى أن تصل إلى شهرين، يعني أنه يقرب أن هذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه قرئ عليه أو أخبروه، ما الفرق بينهما؟ نحن الآن نقول في صيغة الأداء عمن قرأ على شيخه أخبرني، أو قرئ عليه وأنا أسمع، ما الفرق؟ حتى في صيغ الأداء المصطلح عليها لا يعتبر هذا من يعني مما فيه اضطراب. وفي بعضها لا يوجد هذا، لا يوجد لا أخبرني، ولا يوجد قبل موته بشهرين، ولا يوجد فيه وأنا شاب، فهل عدم هذا أيضا يعتبر يعني اضطرابا؟ لا، الراوي أحيانا يروي الحديث وينشط فيذكر كل ما في الحديث، لكن إذا لم يذكر من الحديث ما يعني يهم السامع ويضطر إليه، فهنا المشكلة، يعني ما له أثر في الحديث. ثم بعد ذلك نقول هذا الذي له أثر في الحديث إذا كان الذي حدث به هم الأثبت أخذناه، وإذا حدث بهذا الجزء به من هم دون تركناه وأخذنا بقية الحديث. أما نقول الحديث مضطرب، يعني الحقيقة هذا كلام غير دقيق وغير صحيح. نعم. طبعا هذه كلمة قال أبو داود وسمعت أحمد بن شبوية، هذه عند ابن الأعرابي فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في جلود النمور. حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. قال: وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: أبو المعتمر شيخ من الحيرة، كان بصريا، يقال له يزيد بن طهمان. قال: وكان بخراسان أيضا. نعم، هذا باب في جلود النمور والسباع. في عندك زيادة السباع؟ انظر فيها، عندك في زيادة؟ نعم، يعني في بعض النسخ والسباع فيما يبدو. وهذا الحديث طبعا من رواية محمد بن سيرين عن معاوية يحدث عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز. الخز سبق، الخز هو يعني ليس في طبقة الحرير، وهو من صوف وإبريسم، فهو لكن يعني ذكر بعض أهل العلم أن هذا من لبس أهلي أو من لباس أهلي، من لباس الأعاجم، ولذلك نهي عنه للتشبه. ولا النمار، النمار جمع نمر، النمار والنمور كل هذه من هذا جمع نمر، يعني جلودا
النمور، يعني النمار تركب النمار لأنك تركب جلده فأنت كأنك تركبه، وهذا لأن فيه إما الخيلاء والسرف، وإما لأنه لباس الأعاجم، وهناك من قال بل لأنه نجس ولا يطهر بالدباغ. يعني من قال بأنه نجس ولا يطهر بالدباغ فسر بهذا، وهذا يجرنا إلى أن نتكلم، ما زلنا نتكلم عن قضية الأهب. ما هو الجلد الذي يطهر بالدباغ؟ الجلود ثلاثة أنواع: جلود الميتة وليس الجلود المذكاة، جلود المذكاة غير داخلة في هذا. جلود الميتة ثلاثة أنواع: النوع الأول جلود ميتة الكلب والخنزير، النوع الثاني جلود ميتة كل ما لا ينفع فيه الذكاء، يعني غير الكلب والخنزير مثل الحمار وأي شيء من السباع التي تفترس بأنيابها وأي شيء محرم. فهذه الجلود نوع، وجلود الميتة من ما ينفع فيه الذكاء مثل بهيمة الأنعام ونحوها والمصيد، يعني أشياء بهيمة الأنعام الجمل والبقرة والشاة وما يصلح فيه الصيد مثل الحمار الوحشي وغير ذلك. فالصيد نوع من الذكاء وهكذا. إذن هذه ثلاثة أنواع. من أهل العلم من قال إن الذي يصلح فيه الدباغ ويطهر بالدباغ هو فقط الميتة التي يصلح فيه، التي تنفع فيها الذكاة. يعني لو أن إنسانا جاء بكلب ولا جاء بخنزير وذبحه يتحول إلى إيش؟ ميتة. إلى ميتة حتى لو ذكي يبقى ميتة. ولو أن إنسانا جاء بحمار، حمار إنسي، وذبحه يتحول إلى إيش؟ ميتة. إلى ميتة. أما لو أنه جاء بالشاة وذبحها صارت مذكاة وطيبة وطيبة ويكون جلدها طاهرا. فقال بعضهم لا يصلح الدباغ، أو لا يصلح الدباغ إلا ما يصلحه الذكاة. استدلوا على ذلك ببعض ألفاظ الحديث أنه إيش؟ دباغ كل أديم ذكاته، يعني أنه يطهر بالدباغ كما تطهر ذاته قبل الموت بإيش؟ بالذكاة. احتجوا بهذا الحديث. القسم الثاني قالوا بل تطهر كل ميتة أو جلد كل ميتة ما عدا الكلب والخنزير، وهذا قول ظاهر عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقول ثالث وهو أنه لا أنه يطهر كل جلد لميتة، وأطلقوا فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إيش؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما يفيد العموم. واضح الأمر. فعلى القول الأخير هذا حتى لو أن إنسانا قتل كلبا وأخذ جلده واستعمله قربة للماء يشرب منه الماء، وكذلك الخنزير. واضح؟ على القول الثاني لا، هذا لا يصلح، لكن يصلح لو أنه أخذ جلد حمار ولا أخذ جلد أي يعني ميتة من ميتات التي لا يصلح فيها الذكاة غير الكلب والخنزير. والقول الأول يعني هو أوجهها، وأنه يصلح بالذكاة بالطهور بالدباغ، بالدباغ ما يصلح بماذا؟ تذكية. بالذكاة هذا يعني أوجهها، وإن كانت الأقوال الأخرى يعني الدليل فيها يعني فيها نوع من الوجاهة، إلا أن هذا هو أوجه هذه الأقوال والله أعلم. وعليه فيكون قول من قال إن المنهي عنه بالنسبة لركوب النمار أنها لم تطهر فلا تركب. واضح؟ يعني يتوجه هذا القول، لكنه ليس هو الأوجه، بل الأوجه أن النمار هي من مراكب أهل الفخر والخيلاء ومن مراكب الأعاجم، فيظهر أنه هذا هو السبب الرئيس. وإن كان طبعا على القول بأن هذا لا تطهر حتى لو ذبغت فإنه يكون يعني فيه وجاهة والله أعلم. لكن
قال هنا يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ومن أئمة التابعين يقول: وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في هذا يعني إساءة لمعاوية بحيث أنه يعني هو فيه وفيه لكن في الحديث لا يتهم؟ كيف يوجه هذا الكلام؟ مر معنا أكثر من مرة في أكثر من صحابي منها ابن عباس وغير ابن عباس وكان صدوقا أو فلان وكان نعم. يعني من الوجوه أنه قد يكون ردا على شبهة. نعم، لنفي إيش؟ شبهة واقع في النفوس. وطبعا محمد بن سيرين هو يروي عن معاوية وشيعته ويروي عن أهل البيت، يعني هو من الرواة عن الحسن ومن الرواة عن فلان، وبالتالي فهو يروي عن هذا وهذا، ويروي لي أناس قد يوافقون معاوية وقد يوافقون أهل البيت. يعني طبعا كان هناك بعض الخلاف موجود بين الصحابة لا ينكر، لكنه ما كان يؤدي إلى الفرقة وما كان يؤدي إلى اختلاف القلوب. نعم، كان هناك فتور من جهة معاوية رضي الله عنه ومن معه تجاه بعض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤدي إلى بغضهم ولم يؤدي إلى ظلمهم، أن لا يؤدي إليهم حقوقهم، بل كان يؤدي الحق لصاحبه كائنا من كان. فإذا كان أحد في نفسه شيء فيقول له محمد بن سيرين وكان لا يتهم في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إن كنتم تتهمونه في الرأي الذي يتخذه فهذا لا يعني اتهام، لأن الرأي يعتمد الاجتهاد، والاجتهاد قد يخطئ فيه الإنسان، يخطئ هو وغيره، ولكن في الخبر لا يجوز الكلام أبدا في هذا الجانب. تكلم في قضية الرأي أصاب أخطأ، لكن قضية الخبر ما فيها أصاب وأخطأ، فيها إيش؟ صدقة وكذب. هذا هو، ولذلك يقال هذا في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ربما يقال فيه أصاب وأخطأ، لأنه مع ذلك لا يتهم في خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال ولا يقال، بل إن عبد الله بن مسعود قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ليش؟ لأن الخبر الذي سيبثه الآن الخبر مستغرب عند بعض الناس، ولذلك فإن المعتزلة أنكروا حديث الصادق المصدوق. إيش حديث الصادق المصدوق؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. حديث واضح الأمر. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. نعم، هذا الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو منكر، يعني هو منكر. فيه عمران بن داور وهو ضعيف، قال فيه ابن حجر سيء الحفظ، وهذه كلمة أو يعني صدوق يهم، وكلمة صدوق يهم هذه كلمة البخاري فيه، فلعل ابن حجر استلها من كلام البخاري وجعلها هي الكلمة المعتمدة. وقلنا صدوق يهم وصدوق يخطئ نحو هذه من الكلمات، أو كثير خطأ كثير، وهم الأصل فيها الضعف. وبعض من يعني أشار إلى حكم الشيخ رحمة الله عليه، شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الألباني، على سنن أبي داود، ذكر أنه حسن حديث، هذا غلط. نعم، هو حسنه في صحيح الجامع وغير وربما في المشكات، لكنه تراجع عن ذلك وذكر تراجعه عن ذلك في السلسلة الضعيفة، وبين أنه كان يعني فيما سبق يعني اغتر بهذا وحسنه، لكنه بعد ذلك ضعفه، ظهر له ضعفه فضعفه في الضعيفة 87,606,000 ثم صحح الحديث بلفظ إيش الحديث؟ لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. نعم، في الصحيحة لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، صححه شيخنا رحمة الله عليه، يعني أن هذا هو الصحيح، أن هذا هو الصحيح. وأما قلبه إلى كلمة جلد نمر فإنه لا يصح، ذكره في السلسلة الصحيحة 73,801، برقم 73,801 ألف يعني.
الجرس الصحيحة يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عثمان. أنبه هنا بالمناسبة أني أذكر قرأت لأحد المعلقين على أحد الكتب، ما أذكر أين يعني، أنه علق على هذا الحديث بأن هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الحروب، أنه لا أنه يعني إذا ساروا في الليل لا ينبهون الناس من خلال الجرس، فتقطع الأجراس من أعناق الدواب. لكن هذا ليس صحيح، ليس هذا هو السبب في ذلك، وأظن تكلمنا عن هذا في كتاب التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال: وفد المقدام بن معد كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أما علمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام، فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قال: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؟ فقال: هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجل. قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المئتين، ففرقهما المقدام على أصحابه. في المئتين أو في يعني في بعضها في بالمئين. نعم. قال: ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. نعم. هذا الحديث وفيه قصة، يعني فيه إسناده كلام ضعفه المحقق، وحقه إما التحسين أو التصحيح. ضعفه من أجل بقية لأنه عنعن، وبقية قد روى الحديث وإن كان بدون ذكر القصة بطولها في مسند الإمام أحمد وغيره، وصرح بقية بالتحديث عن شيخه. نعم، هنالك كلام عن أنه يسوي، وبقية في كلامه يعني في حاله الكثير من الكلام. كنا ذكرنا كلام ابن حبان فيه، وذكر أن أحمد تكلم عنه وما كان يعني في حاله بالخبير جدا، وهو نفسه ذهب ابن حبان رحمه الله تعالى وتحسس الأمر وسأل وكذا. الشاهد من كلام أنه تبين له أن الأمر أتي من جهة تلامذة بقية بن الوليد، وأنهم كانوا يعني اختبروا في ذلك، كانوا يسوون. فإذا كانت تلامذة بقية ثقات ما ضره ذلك، لكنه مدلس، وبالتالي ولذلك نلحظ أن شيخنا رحمه الله تعالى أحيانا يأخذ بحديثه عندما يصرح عن شيخه من غير أن يصرح عن شيخ شيخه. وكنا سابقا تكلمنا عن شيء من هذا القبيل، يعني وأن المحقق انتقد على الشيخ أنه كيف يقبل منه مع أنه لم يصرح عن شيخ شيخه، وأن القاعدة في مدلس الذي يسوي مدلس التسوية أنه لا يؤخذ عنه حتى لو أنه يعني صرح عن شيخه ولم يصرح عن شيخ شيخه. والشيخ رحمة الله عليه لا شك أنه يعرف هذا، ولكنه له رأيه في ذلك، وهذا الذي أميل إليه. ولذلك الحديث بين الصحيح والحسن، وعلى كل حال نأتي إلى ما فيه من القصة.
الحديث وفد المقدام ابن معدي كرب وعمرو الأسود ورجل من بني أسد من أهل قن نسرين إلى معاوية بن أبي سفيان. عندما ينظر الإنسان إلى هذه القصة يجد فيها صدق معاوية ونزاهة معاوية وعدل معاوية وإنصاف معاوية. شوف الآن كيف هذا الكلام، مع أن بعض الناس ربما أتي بهذا الحديث وتكلم بسببه إيش؟ في معاوية. لكن مع الأسف الشديد، وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. فدخلوا على معاوية فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ جاءوا من فأخبره بذلك، فرجع المقدام يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال رجل: أتراها أو تراها مصيبة؟ الظاهر أن هذا الرجل هو معاوية رضي الله عنه، وتعلمون أن الحسن كان هو الخليفة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلم أنه إذا بقيت الأمور كما هي لابد من إنهاء الموقف الموجود، ولو اقتتل الفريقان لم ينحسم القتال إلا بقتل كثير من الناس، فرأى أن يصلح بين الفريقين بأن يتنازل عن الخلافة لمعاوية، يقول لمعاوية: افعل أنت ما تستطيع، أصلح أنت الأمر، لأن الأمر كان لا يمكن إصلاحه. قضية تسليم قتلة عثمان أمر مستحيل أو أمر يؤدي إلى مفسدة عظيمة جدا، ولا يريد الحسن يفعل ذلك أيضا. خذ يا معاوية وافعل هذا. فالتأم الناس وسمي ذلك العام بعام إيش؟ جماعة. الجماعة. فمن أفضل الأعمال التي قام بها أمير خلال زمن الفتنة هو عمل من؟ الحسن. وكان هذا إصلاحا لذات بين المسلمين وليست لذات بين رجلين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحسن، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بعد أن تنازل بقيت الفتنة كامنة، بمعنى أنه طالما الحسن موجود هنالك من يثير الفتنة ويوقد النار تحت الحطب. فلما توفي الحسن رضي الله عنه، ولا شك أن موته مصيبة ومن أعظم المصائب، فهو سيد شباب أهل الجنة، لكن ذلك من جهة الناحية السياسة الشرعية قد تكون جمرة فأطفئت، قد تكون جمرة فأطفئت وفتنة أخمدت. ليس لأن الحسن صاحب فتنة، بالعكس الحسن هو الذي أخمد الفتنة، لكن بقاؤه قد يبقي شيئا من إيش؟ من جذوة الفتنة. ليس لأنه هو، لا، لأن من الناس من يريد ذلك. لذلك يفرق بين وفاته لذاته وبين وفاته للأمة. واضح الأمر؟ أما وفاته فلا شك أنها كانت من أعظم المصائب. صبحت القضية إخواني، هذه مهمة جدا، لأن القائل أتراها مصيبة هو نفس معاوية، ومن أسلوب أبي داود أنه يخفي إذا رأى أن الذي فعله صحابي، يخفي اسمه من باب عدم الغض من طرف الصحابة، أو أنه يشتبه على الناس. هذا يشتبه على الناس، أخفاه، إلا في مسند الإمام أحمد وفي غيره واضح أنه معاوية. لا أريد أن أتجاوز هذه النقطة حتى تكون وضحت. وضحت ولا لا؟ طيب، قال: ولما لا أراها مصيبة؟ ليش ما أراها مصيبة؟ قل مقدام: ولما لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال: هذا مني وحسين من علي. هذه صحيحة الجملة: هذا مني وحسين من علي. قال: فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجل. إيش الجمرة اللي أطفأها الله عز وجل؟ وضح الآن إيش الجمرة؟ يأتي واحد من الضلال ولا واحد من من هنا ولا من هناك. حتى إني أعجب من صاحب العون العظيم أبادي عندما تكلم عن هذا
فقال يعني إن من أعجب العجب أن معاوية لم يعرف قدر أهل البيت حتى قال ما قال. هذا كلام مردود عليه رحمه الله، كلام مردود عليه، بل هو يعرف قدر أهل البيت، ولكنه ليس من المغالين في أهل البيت، لأنه هو الند، ومعلوم أن الند لا يعطي الند الآخر تعظيما، وإنما يكتفي بإعطائه الحق المجرد، يعني لا يطالب بزيادة على الحق المجرد. الند طبيعي أن يحصل هذا الشيء، وهذه فتنة قدر الله على المسلمين أن تحصل. واعلموا أن معاوية فتنة لكل مفتون، لا يعرف صاحب السنة حتى يقر بفضائل ومناقب معاوية، لا يكون صاحب السنة نقيا صاحب سنة حتى يقر بفضائل معاوية من غير أن ينال من طرف أحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أو غيره، لأن المسلمين مجمعون على إمامة علي بن أبي طالب وخلافته، واضح؟ ولم يختلف الناس في معاوية إلا من كان على الضلال فقط، أما أهل الحق فكلهم موافقون. وأجمع الناس كلهم بعد أن تنازل الحسن لمعاوية على معاوية، فمن خالف فقد خالف إجماع المسلمين، ولم يجمع أحد إجماعا كإجماعهم على معاوية، واضح؟ يعني في زمن علي بن أبي طالب بقي الخلاف، وهناك من تكلم وهناك من ترك، في زمن الحسن بقي الخلاف. فصنيع الحسن كان له أثر عظيم جدا في إصلاح الأمر، ذلك كلمة يصلح الله هذه ما هي. فاجتمع الناس بدون خلاف على معاوية، فماذا بقي لأولئك الضلال أن يتكلموا؟ لذلك معاوية فتنة لكل مفتون، ليس علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب الناس مجمعون على يعني إمامته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالته وكذا، ولم يختلف في معاوية إلا الضلال فقط، ولا سيما بعد أن استقر أمره، لأن من الناس نتكلم في البداية، ولا سيما من الصحابة وممن كان مع فريق معاوية تكلم وحصل قتال، هؤلاء لا يعني لا يعتب عليهم لأنهم كانوا أصحاب حق. لكن الكلام في صدق معاوية والكلام في يعني صحبة معاوية، الكلام في هداية معاوية، حتى علي بن أبي طالب ما أنكر صحبة معاوية، ولا أنكر أنه مسلم، ولا أنكر أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتهمه بالبغي. والبغي قد يحصل من أي مسلم، إنه يبغي على أخيه، وقد يحصل باجتهاد، وهذا واقع ما حصل لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان، أنه بغى باجتهاد، والحق كان مع من؟ مع علي بن أبي طالب. فمن اعترف بأن الحق كان مع علي بن أبي طالب وأقر لمعاوية بالإمامة والخلافة، خلافة، هل كان خليفة؟ ملك؟ ايش بدي قل لي ما هو بدون ان تنقل؟ ملك، لكني اقول انه خليفة وملك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال هذا الامر ايش الحديث المحتى الى 12 خليفة من قريش أو كلهم من قريش؟ لأن قال الصحابي الراوي الحديث ما أدري يمكن هو ابن بريدة، قال خفيت علي فسألت فقال من قريش أو كلهم من قريش، 12 خليفة سماهم خلفاء. فيستمر أمر الخلفاء من الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية ويزيد معاوية ومعاوية بن يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. المهم سليمان بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الملك وليس يزيد. ايش قلت انا؟ يزيد بن عبد الملك. لا، سليمان بن عبد الملك واخرهم عمر بن عبد العزيز. شاهد من الكلام هؤلاء كلهم خلفاء، كلهم خلفاء. وحتى ما حصل من يزيد
فجيشه غزا البحر وهو أول جيش غزا البحر، وقال صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر مغفور لهم. ليس ذلك مسوغا لما فعل، ولكن مع ذلك أما بالنسبة للحكم فحكمه شرعي، واضح؟ الأمر بقي صالحا إلى زمن عمر بن عبد العزيز. فقال: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال: هذا مني وحسين بن علي. فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجل. واضح إيش مقصود الأسدي، ها؟ ومع ذلك سكت معاوية ما تكلم. فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك أو أغيظك وأسمعك ما تكره. يتكلم هذا الكلام عن معاوية، ولو أن معاوية رضي الله عنه كان مثل الطغاة الذين تكلموا عنهم سيد قطب وفلان وفلان ممن تكلم عن معاوية، لا يسمح لأحد الآن، أي واحد من ليس يعني لا يبلغ حتى هذه، حتى لو كان فيه صلاح وقال له واحد من الناس هذا الكلام، لا يحتمل أن يقول: لا أنا لا أبرح اليوم حتى أسمعك ما أغيظك به وما أغيظك. ما من يقبل هذا الكلام؟ من يحتمله؟ يثبت فيها أحكام الشيخ النهائية، وقال: أن بعض الناس يعني انتقدوني في هذا، وبين قال: أنا كان شرطي أن أضع أحكام الشيخ في التي حكم بها في السنن المطول. وفي هذا إيش قال في الحديث هذا؟ قلت الشيخ أنه ثبت أنه ضعيف، مع أن الشيخ صححه في الصحيح. لا أنا ما أعرف إذا كان الشيخ ثبت، لا أعلم، لأنه هذا كلام ليس عن كتاب الشيخ مشهور. هذا كلام هذا الكلام أنت الشيخ تقصد طبعة الشيخ مشهور؟ لا 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 خلاص، لما أطلع على حكمه فيها. جزاكم الله خير. لا بس هو وجود هذا يعني منقول على أحد التحقيقات أنه أحكام الشيخ ناصر وهي المنقولة الآن حتى على الشاملة، لذلك لابد من التأكد بعد الشاملة، لا يكفي بالنسبة لأحكام سنن أبي داود، لأن هذه لم تدخل في تحقيقات الشيخ. دائما لابد من الرجوع للكتب. أما ما أعلم أن إيش قال. هذا هو الحديث اللي إحنا تكلمنا عليه. نعم. يمكن. هذا الحديث. الحديث لا تصحب الملائكة. جلد نمر. الحديث جلد نمر. من معه طبعة الشيخ مشهور؟ حقيقة الشيخ مشهور. طبعا شيخ مشهور. حديث جلد نمر ايش قال فيها؟ رقم الحديث 4130. 130 المشكات. المشكات تحسن. وين الكلام؟ حسنه؟ هون كتب حسن. عزيز المشكات. صحيح الجامع في المشكات، هذا الذي أذكره الآن. إذن فلابد من التأكد، يعني ما يكفي هذا النقل. وقال بدون بحث تام، يعني ليش؟ وقال إنه الأحكام التي أثبتها على هذه الطبعة هي أحكام الشيخ في سنن أبي داود المطول تخريج. لا لا هذا ما وصل، هذا لم يصل إليه. سنن أبي داود تخريج الشيخ. أنا ما أتكلم عن هذا الحديث بالذات، الشيخ رتب منبه منهج الشيخ أول في البدايات. في البداية. الحمد لله. طيب وقفنا عند كلمة المقدام
عندما قال أما أنا فلا أبرح يوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ولو أن أحدا من السلاطين في ذلك الزمان إلى زمان قيلت له هذه الكلمة لا يقبل، ولا يفعل هذا إلا من كان معروفا بأنه راشد وأنه صاحب إنصاف وصاحب تؤدة وصاحب فضل. لو قيلت لأحد من ملوك هذا الزمان مهما صغر واحتملها في وجهه هكذا واحتملها لعدوها من مناقبه الكثيرة، لعدوها من مناقبه المميزة يعني، واضح؟ ولقالوا هذا ما شاء الله يعني شيخ الإسلام في هذا الزمان. قال ثم قال يا معاوية، الآن قال هذه الكلمة، قال يا معاوية، معاوية يقول له اسكت، ليش ما يقول له اسكت خلاص اخرج اخرجوه، ما الذي سيمنعه؟ قاتل علي بن ابي طالب ومن معه، ما الذي يمنعه من ان يمنعه من الكلام؟ ما كان يرى ان من حقه ان يمنعه من الكلام، وكان يرى من حقه انه يقاتل على دم عثمان، فهو يعمل بحسب ما يظهر له لا قضية يعني فيها المزاجية وغير ذلك. فقال ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل، ويعرف معاوية أنه إيش، أنه سينتقد أشياء موجودة رآها، لأن معاوية يعرف أن في بعض أهل بيته من ليس على الاستقامة التامة، أن في بعض أهل بيته يعني من أبناء عمومته أو من بعض بنيه وكذا من عنده بعض إيش المخالفة، وبالتالي ستخرج الآن يعني أي شيء سيخرج في ذلك الوقت. فقال نعم. قال فأنشدك الله أو أنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله، وذكر الأشياء التي فيها المناهي. معاوية لم ينكر، لأنه لا يمكنه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أن يخفي العلم، ولو كان هذا على إيش، ولو كان هذا عليه. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. يعني إيش بعض أهل بيت معاوية؟ ولا معاوية يستحيل أن يكون من يفعل هذا، ولكن مقصود أن بعض أهل بيت معاوية من أقاربه وربما يكون في بعض يعني حريمه من يفعل ذلك. قال فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. يعني أعرف أنك أنت بدأت بهذا وتريد أن تعرض بي، ولكن صرح. طيب ماذا فعل؟ قال له خلاص مسامحينك يلا، يعني عفونا عنك، والعفو عند المقدرة يعني فضل. لا، ما فعل هذا، بل فعل الفضل فعلا، لأنه كان من أصحاب الفضل من أصحاب الإنصاف، فأعطاه أكثر مما أعطى الأسود، بل أعطاه أكثر ما أعطى أي واحد من الحاضرين، وأعطى ابنه. فقال قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد الراوي القصة، قال فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المئين أو في المئتين، مئين يعني أموال كثيرة، فرقها المقدام على أصحابه، قال ولم يعطي الأسدي أحدا، يعني الأسدي احتفظ بما أخذ، لم يعطي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام هذا اللي تكلم فيه، ها إيش قال؟ امتدحه. شوف الكلام، يعني ما رد الإساءة بالإساءة، بل إيش، أو الإظهار السوء بإظهار سوء أو غير ذلك، ما انتقم لنفسه. إخواننا هذه الملاحظ مهمة جدا، وإنما قال إيش أما المقدام فرجل كريم بسط يده، هذا الطبع طبعه هكذا. وأما الأسدي الآن تعامل إيش بالسياسة في التعامل مع الآخرين حتى لا يسيء لأحد. وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيء، ما تكلم، ما قال رجل بخيل ولا كذا. فهذا يعني هذا الذي ذكرناه فيه صدق معاوية، أنه صدقه بما قال مع علمه أنه سيكون ضده، وفيه عدل معاوية، فيه إنصاف معاوية، فيه فضل معاوية.
معاوية وشرف معاوية، وهذا لا يكون إلا لقلة من أهل السلطة. لذلك معاوية خير ملوك الأرض بعد الأنبياء. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مليح عن أبي مليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه عن أبي مليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. نعم، هذا جلود السباع يعني ينهى عنها إما الاستمتاع بها وإما لاستعمالها في الركوب عليها. الثاني الكلام فيه كالكلام في النمار، والأول الكلام فيه يعني الثاني إذا كان الاحتمال الثاني فالكلام فيه كالكلام في جلود النمار، الاحتمالات الثلاث. والأول إذا كان المقصود منه يعني عدم جواز استعماله بمرة، فلأن السباع لا تحلها الذكاة، يعني تبقى نجسة، فجلودها على ذلك على القول بأن يعني القول الذي قلنا إنه الأظهر هو أنها لا تحل بالدباغ، وأنها تبقى على نجاستها لأنها في الأصل جلود ما لا يحل فيه الذكاة أو لا يطهره الذكاة، فلا تطهرها الدباغ التي هي ذكاتها، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب في الانتعال. حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. نعم، الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، يعني أن الرجل إذا كان يحتفي على الأرض فإن رجله ستكون معرضة طيب كيف أكثر من النعال؟ يعني إذا سافر الإنسان يأخذ معه نعالا زائدة، وهذا لأن الناس كانوا يسافرون يعني في الصحراء ويسافرون كذا، فلا يوجد قرى ظاهرة اللي هي الآن مثل الاستراحات وغير ذلك، لا يوجد قرى ظاهرة بحيث يعني ينزلون فيها بين الفينة والفينة، ولذلك قال يعني يكثرون من النعال، يعني يأخذون معهم نعال في الطريق. أما الآن فالأمر يسير، يعني الإنسان لا ينتقل من مكان إلى مكان إلا ويجد النعال وكذا، فلا يحتاج إلى هذا. إذن الحكم يدور مع علته، فإذا انتقل إلى مكان لا يوجد فيه نعال أو يوجد فيها نعال لكنها غالية جدا يأخذ معه من النعال ما يكتفي به. والحديث وإن كان من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يصرح بسماعه، فإنه يعني الذي ذكرنا لكم أنه يعني الراجح قبول روايته إلا في المزالق، وهو متابع في هذا الحديث. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. يعني كان لها قبالان، يعني فتحتين غمرتين، يعني الفتحة للأصبع وفتحة لبقية إيش الأصابع، يسموه إيش الأصبع. وانتبهوا إلى من يسميه الزنوبة، وبعض إخواننا يسمون المفتوح خدوجة ويسمون الذي المغلق اللي فيه إصبع زنوبة، هذا إساءة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يوصل الكفر، انتبهوا. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. يعني هذا النهي للتنزيه والكراهة، والأصل في إذا كان النعل له يعني شراك يحتاج إلى رباط يحتاج إلى عمل، فالسنة أن يلبسه وهو جالس وليس وهو قائم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يعني العلة جاءت في حديث آخر أن الشيطان يمشي في النعل الواحدة التشبه به. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله. كل هذا مفارقة للشيطان. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا صفوان بن عيسى حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. يعني هذا حديث موقوف على ابن عباس، وفي إسناده عبد الله بن هارون وهو ضعيف. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يعني الابتداء باليمين دائما بماذا؟ يعني بما يتيمن به من الخير، وهذا ظاهر في قضية النعل. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، ولم يذكر مسلم شأنه كله، وزاد: وسواكه. ورواه عن شعبة معاذ: لم يذكر سواكه. نعم، هذا الحديث صحيح، إلا كلمة سواك هذه فيها شذوذ. نعم. قال: حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. وصلى الله وسلم بارك بأيامنكم. بأيمانكم ولا بأيامنكم؟ بأيامنكم. نعم. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.